ولأننا زي ما اتفقنا كل مهنة فيه شوية حاجات لازم يخبيها اللي بيشتغل في المهنة دي عليك عشان أعصابه وعشان خدمته وعشان شغله وعشان يقدر يكمل في المهنة دي. في 10 أكاذيب بيكذبها عليك مهندس الديكور عشان غالباً نيته خير، بس هي بتحصل، لازم تاخد بالك. الكذبة الأولى، هيقولك اللي بتشوفه ده مش حقيقي. أنت طبيعي يعني لو قاعد بتتفق أو مهندس ديكور قاعد بيتفق مع عريس وعروسة على شكل معين وهو مصر أنه شوفه شبه اللي اتعمل عند أحمد ابن خالته مثلا، وأحمد ابن خالته عشان بيخاف من العين قال له أن دي ب10,000 جنيه، فالمهندس مستحيل مستحيل يعرف يقنعك أنه الكلام ده مش حقيقي وأن اللي أنت شايفه ده يتعمل بالرقم ده، وبالتالي بيقنعك أن اللي معمول هناك والصورة اللي عندك دي أكيد غلط. الكذبة التانية، هيقولك الشغل ده هيخلص في شهر وهو مش قصده يكذب ولا حاجة، لكن ترتيبة الوقت مع مهندس الديكور في ظروفنا الحالية حاجة في غاية الصعوبة. هو غالباً بيجتمع معاه مجموعة من الفنيين والصناعيين، والصناعية بكل تفاصيل أو عمي مات أو خالتي بتولد أو أي حاجة حصلت كلها فيها تفاصيل بتعطل الشغل بحاجات خارجة عن إرادة المهندس في بعض الأحيان. هيقولك اللي عندي فنيين مش صناعي. كل شخص فينا بيحاول يسوق لمنتج بتاعه وبيحاول يقنعك بتمنه وبيقنعك هو ليه غالي، فبالتالي لازم يعلي من قيمة الفريق اللي بيشتغل معاه ويقول لك انه ده فني مش صناعي. معرفش ايه الفرق يعني، بس هي بتتقال. هيقول لك اصل احنا بنجيب الخامات من بره، وفعلا الحتة دي فيها جزء من الحقيقة. اي خامات موجودة من بره البلد بتبقى بأضعاف الثمن، لكن مش دايما بتبقى انت محتاج اصلا الخامات من بره، وانت لو ما عندكش عقده الخواجه ممكن تفاصل شويه في الحته دي وتستخدم خامات محليه وتبقى شجعت الصناعه المحليه على الاقل. اكتر حاجه بتخدعنا لما بنتفق على صوره معينه هي الرسم الجميل اللي بنشوفه الاول، ال 3 دي دايمنشنز ده. ياما مهندسين اخذوا شغلانات كبيره بناء على الرسمه الحلوه دي، لكن وقت التنفيذ الناس احبطت لان الشغل كان غير الصوره تماما. هو وقتها عنده مبررات كتير، هيقول لك انه وقت التنفيذ حسينا ان هي كده شكلها افضل، او هيقول لك اي سبب تاني، لكن حاله الاحباط اللي بتصيب الناس في الفرق ما بين الصوره والواقع موجوده وحاصله. لو اتاخر هيقول لك ان المشكله في الخامات. الخامات الكلمه الشهيره عند اي حد بينفذ مشروع او بيت ايا كان حجمه. استخدام الخامات وعدم هدرها واحدة من العوامل اللي ممكن تساعدك في انك تختار مهندس عن غيره. الكذبة السابعة، دي الموضة السنة دي. اي حد بيجري ورا الموضة بينبسط قوي بالكلمة دي، لكن اي حد فاهم في اصل الشغلانة دي هيعرف ان الاصل في هندسة الديكور مش بس الموضة، لكن الاستخدام، المكان المريح اللي يشبهك هو الحاجة اللي المفروض تدور عليها. الكذبة التامنة، هيقول لك ذوق حضرتك حلو جدا، بس انا شايف اننا نعملها بالطريقة دي. ياما شفنا اماكن مصروف عليها فلوس كتير قوي قوي لكن احنا حسينا كده انها مش حلوه، والمفاجاه كانت ان في مهندس عملها. مش ممكن يكون ده ذوق المهندس، لكن لو هو جاملك وقال لك ان ذوقك حلو وانت حطيت التاتش بتاعك غالبا دي بتكون النتيجه. لو قال لك ان العيب هنا عيب تاسيس فاحنا كنا مضطرين نعمل كذا. تخيل انك تبقى متفق على شغل معين انت عاوزه واتفقنا وتراضينا، لكن في الاخر هيطلع لك عيب تاسيس تحت بند انه تكييف ما ينفعش يتركب هنا او طوبه هنا او حيطه هنا ما ينفعش تتحرك، ودي تفاصيل حقيقي وبتحصل لكنها وارد جدا تتقال بس عشان تحل ازمه. الكذبه العاشره، ودي اللي هيحسوا بيها ويعانوا منها مهندسي الديكور فعلا المتخصصين بجد، انه اصلا حد مش متخصص يقول لك انا مهندس ديكور. عشان تتاكد انه مهندس ديكور لازم تشوف بطاقته الشخصيه واحيانا شهاده التخرج، لانه المهنه دي تحديدا بتعاني من كميه من الدخلاء فوق الوصف. فمش كل واحد شطب شقه يبقى مهندس ديكور. وحتى لو ارتضيت انك تشتغل مع حد مش دارس، اعرف وحدد سقف توقعاتك من الشخص اللي بيساعدك ده. خد نفسك شويه وارجع نكمل تحديات مهنه الهندسه الداخليه او هندسه الديكور. مهندس الديكور زيه زي أي شخص بيشتغل في سوق العمل عنده تحديات حقيقية، لما تعرفها تقدر تعذره في تفاصيل تانية كتير.
التحدي الأول هو التخلي عن الذوق الشخصي أحياناً. كل واحد فينا ليه ذوق شخصي بالإضافة طبعاً لدراسته، لكن لو كان ذوقه حلو قوي قوي ورفيع جداً جداً، مهما كان مهندس ديكور مضطر أحياناً أنه يشيل ذوقه على جنب ويتفهم دور العميل في أنه يختار المكان اللي هيعيش فيه. تحدي مشهور جداً أن الكلاينت غير رأيه، وفي وسط شغل كبير بيتعمل وتفاصيل كتير ممكن فجأة يتفاجئ أنه العميل بتاعه قرر أنه يزود حيطة هنا أو يشيل حتة من هنا أو يوسع حتة من هنا. دي حاجات تحرق الأعصاب، ومش بس كده، لكنها بتنسف أي منطق في الهندسة، لأنه هو محتاج مجهود كتير قوي عشان يشرح اللي اتعمل ده اتعمل إزاي واللي مطلوب ده ممكن يحصل إزاي. تحدي مهم جداً، وكل ما تضيق أو تصعب الظروف الاقتصادية بيبقى فيه تحدي اسمه أني أشتغل جوه الميزانية. الفلوس هي متحكم الأساسي في حاجات كتير وتفاصيل تخص الخامات اللي لسه كنا بنتكلم عنها. التحدي الرابع يخص الخيال، ومش بس الخيال لكن الدراسة والقدرة على أنك تطلع من بيت صغير مثلاً مساحته 70 أو 80 متر مساحة للمشي وإحساس بالوسع وإحساس بالراحة وسفرة وانتريه، ولو طلبوا منك نيش كمان تبقى مصيبة كبيرة، لكن على الأقل هنا بيفرق الدراسة والتخصص عن أي حد تاني. التحدي الخامس هو الإيجو الشخصي. معضلة أن الزبون دايماً على حق دي بتضايق كل الناس تقريباً اللي متخصصين واللي بيشتغلوا في مهنتهم، بس تحديداً مهندس الديكور هو مهندس. المهندس بطبيعة الحال هو معتز جداً بمهنته ومعتز جداً بالمعلومات بتاعته. التحدي السادس الاستخدام، الفانكشناليتي. دي أصلاً أهم ميزة أنت بتروح لمهندس الديكور عشانها. أهم ميزة في تصميم أي مكان أنه يحقق لك شكل حلو ومريح وألوان متناسقة وأفضل استخدام لكل مساحة. حاجة كده محتاجة خلطة من العلم والذوق والصنعة مش موجودة عند أي حد ومش سهل تلاقيها حتى في المتخصصين. التحدي السابع السوشيال ميديا. تخيل كده تبقى عندك شوية مهارات وكتير من الخبرات، وتلاقي أنه على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحدة من الحاجات اللي صعبت الشغلانة شوية، لأنه في ناس زي إنفلونسرز أو غير متخصصين واخدين الديكور وحلول التجميل كشغلانة جانبية وبيشرحوا للناس وبيسهلوها أحياناً على الناس، لكن بيصعبوها طبعاً على المهندس المتخصص. التحدي الثامن المسلسلات والأفلام. يمكن هتستغرب شوية لما تعرف أنه حتى السينما والتلفزيون صعبوا على مهندس الديكور شغل. تخيل معايا كده أنك تبقى بتشوف فيلم ولمحت ديكور أوضة معمولة في فيلم هي أصلاً ديكور، شدت عينك عجبتك فبعت سكرين شوت للمهندس وقلت له معلش أنا بالعشرين ألف جنيه بتاعتي أنا عايز أعمل الأوضة دي بالظبط، اقنعه بقى. التحدي التاسع اسمه عم أحمد النقاش. عارف أنه عم أحمد النقاش اللي بيقولك عن نفسه أنه هو مهندس ديكور وأنه هو هيعمل إيه يعني المهندس إحنا مش هنعرف نعمله وأن الألوان دي لعبتنا؟ دول موجودين في كل مهنة، لكن عند الديكور تحديداً يعني تحدي عم أحمد النقاش تحدي كبير جداً، وبالذات عند المهندسين اللي لسه بيبتدوا حياتهم. التحدي العاشر والأخير الصنايعية. إحنا من دقايق لسه كنا بنقول أنه مفيش حد فينا بينجح لوحده. الفريق، إنك تكون فريق من المتخصصين اللي ممكن يساعدوك توصل للنتيجة اللي انت عايزها، واحدة من أصعب وأهم الحاجات اللي بتواجه مهندس الديكور. سيبك بقى من الزبون ومن احتياجاته ومن ذوقه، الصنايعي ده كنز الشغلانة. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي.